ولكن في وسط هذا المنظر الجذاب يوجد حقائق، مجموعة من الحقائق الاقتصادية التي يعيشها العالم. ما أحاول أن أتكلم عنه هذه المرة هو كيف أن هذه الحقائق أو كيف أن هذه الأمور هي أمور مدارة، يعني يوجد إدارة من خلف هذه الحقائق الاقتصادية التي نعيشها، وأن ما تدعي أو تزعم هذه الإدارة هو زعم إلى حد كبير، هو زعم كاذب. وفي القلب من هذه السياسات السياسات التنموية، يعني من الآخر كده بالعامية المصرية، تلك السياسات التي يوجعون ويصدعون أدمغتنا بها ليل نهار، ويقول إن شاء الله التنمية جاية بكرة والتنمية جاية بعد بكرة، والحاكم ده يموت ويجي ابنه وابنه يموت ويجي حفيده. تمام، حفيده ليس بالشرط أن يكون ابنا بالمعنى البيولوجي يعني، وإنما يكون من نفس الشاكلة، نفس السلالة يعني. أولئك تلك السلالات التي لا تريد أن تفعل شيئا يعني. ثم نفاجأ أننا ندور في حلقات مفرغة، وأنه هؤلاء الحكام رغم قد يبدو من الظاهر كما هو نفس الغلاف الخارجي أن هناك مجموعة من الأمور أو الإجراءات، طبعا أنتم حضراتكم عارفين في سياسات وفي إجراءات أقل يعني، الإجراءات اللي بتحدث على الأرض تشير أو تنذر أو توضح أن هناك شيئا ما سيحدث في المستقبل، ولكنه تمر الأيام 10 سنين 5 سنين. سيسي في مصر على سبيل المثال، مش عايز أقلبها سياسة، بقى له 10 سنين وبعدين يقول لك ما تقلقوش بقى اللي جاي، ومؤجل الإفلاس بقى لنا 100 سنة يعني. والأمور بتزداد سوء يوما بعد يوم. هل هي مشكلة السيسي بقى، ولا مشكلة الدول العربية، ولا مشكلة نظام عالمي، ولا إيه بالظبط؟ تمام، ده اللي بنحاول ان احنا نوضحه النهارده. وبدون الرجوع الى المرات الماضيه، فاحنا زي ما بيقولوا حضراتكم كده، العالم الان في شكل جذاب قوي، يعني تخشوا كده كان احنا عايشين منظر جميل، ولكن داخل هذا المنظر الجميل في مجموعه من يعني ممكن نسميه المناظر القبيحه في الداخل. من احد اهم هذه المناظر القبيحه هو منظر الفقر. والفقر تمام زي ما هنعرفه بعد كده، يعني كان زمان وانا في اولى ماجستير، واتذكر هذا سنه 98، من زمان قوي يعني. تمام، انا خريج 97 والماجستير عندي كان 98، خدته 2002 يعني. كنت اول مره اقرا تقرير للامم المتحده، وكان تعريف الفقر فيه فقر الخيارات والفرص، فقر الخيارات. وانا قعدت ساعتها ايه الخيارات والفرص دي؟ تمام، انا اعرف الفقر فقر، تمام، الناس مش قادره تاكل يعني. اما ايه يعني ايه فقر خيارات وفرص، وكيف يجب اذا كنت عايز تحارب الفقر بجد تحارب توفر الخيارات بصوره متساويه ما بين الجميع. وان احد مشكله الفقراء ليس مشكله انه ما عندوش فلوس، مشكله ان تغيب عنه الفرص، وان تغيب عنه عداله توزيع الفرص، انه الفرصه ما بتجريش من اساسه اصلا. تمام، عشان هو صحيح هو نتيجه جهله، نتيجة ان هو مش متعلم كويس، هو يمكن الا يدرك ان هذه فرصة بالمناسبة يعني. يعني هي الفرصة ممكن تعدي قدامنا كده. فاخونا لو رجل اعمال يراها فرصة، تمام، ويمسك فيها بقى بايده واسنانه كده ويشتغل ويكسب. والغلابة اللي زينا ما ولا ياخدوا بالهم اصلا ان دي فرصة من اساسه، يتعدى عليك تمر كده مرور عادي جدا. تمام، فكل واحد له قدراته. فاذا كنت عايز تحسن موضوع الفقر صحيح، يبقى لازم تحسن القدرات، المستشعرات، الرادار يعني بلغه بمناسبه الفلسطينيين يعني، الرادار عشان يقدر يلقط ان دي فرصه. تمام، بدل ما يعدي كده من غير ما حد ياخد باله يعني، وهكذا. فمن ضمن المشاكل او المظاهر البائسه للعالم الذي نعيش فيه الان هو موضوع مشكله الفقر. البنك الدولي فلقنا ومصدعنا بقاله 10 سنين كده في العشريه الاخيره من 2010 ويمكن ما قبلها بقليل، بيقول لك الحمد لله احنا شغالين كويس قوي، وقدرنا خلال الفترة الماضية ان احنا نقلل عدد الفقراء في العالم. وفي الحقيقة ان في مجموعة من السياسات العالمية بتكرس هذه الظاهرة، ولا تكرس ظاهرة الفقر فقط بالمناسبة، وانما تكرس مجموعة من الظواهر اللي بسميها تداعيات سياسة الافقار. يعني احنا نستعرض شوية سياسات افقار دلوقتي وبعض منها وليس كلها، ثم سنرى بعض التداعيات. يعني الجهل نتيجة تداعيات الإفقار، البطالة نتيجة تداعيات الإفقار،
الجزء الأهم جدا من وجهة نظري والمسكوت عنه مديونيات الدول. تمام، مديونيات الدول هو أهم جزء، لأن الدول المدينة تذهب كل إيراداتها. أنت عارفين حضرتك، كنا قلت لكم المرة اللي فاتت إن في إيرادات عامة للدولة، الفلوس اللي بيجيبها وحكيت لكم بتيجي منين، من مصادر مختلفة. فالإيرادات العامة للدولة كلها بتذهب لسداد الأقساط والفوائد، بيسموها خدمة الدين، الأقساط والفوائد، وبالتالي لا يتبقى شيء للاستثمار في البشر، سواء على مستوى الصحي أو على مستوى التعليمي أو حتى على مستوى الخدماتي. تمام، نعمل لهم مجاري ومية وحاجات كده، فبيبقوا فقراء برضك. فالمديونية هذه من أحد التداعيات شديدة الخطورة على الدول. من أحد التداعيات أيضا النمو الاقتصادي، وأنا هشرح بالتفصيل يعني إيه نمو أصلا، فكرة النمو ديت ولها قصة طويلة قوي إن شاء الله يمكن يتاح وقت أن نتكلم فيها بالتفصيل. عموما إحنا عندنا البنك الدولي بيقول إن عدد الفقراء في العالم كانوا 793 مليون، وتراجعوا الحمد لله بقى 600، فرحان قوي إنه بقى 648 مليون وفي نهاية عام 2019، وبعدين فجأة ضاف إليهم بعد كورونا 71 مليون. تمام، فتيجي تعديهم كده حضرتك تلاقيهم إيه 1.3 مليار شخص، بس خير الله ما جعله خير، وتقارير وبتصرف عليها، والتقرير شكله حلو كده ومرتب ومنظم وله نسخة عربي وإنجليزي وأسباني وشوية حاجات كده. 1.3 مليار إنسان على ظهر هذا الكوكب يعيشون ليس في فقر عادية، وإنما يسمونه الفقر المدقع، اللي هو كان زمان 1.7 مليار دولار، 1.7 دولار آسف. تمام، ده خط الفقر المدقع، دلوقتي بقى ب2.75 دولار في اليوم بالمناسبة للفرد مش للأسرة طبعا. ولذلك انت تستغرب قوي ان حد الفقر في تركيا للأسرة الاربع افراد معدل 44 الف ليرة. حد الفقر المدقع في تركيا، على فكرة ده تقرير شهري بينزل. تمام، 44 الف ايه، مين بيقبل 44 الف اصلا يا جماعة؟ ده كل ايوة هو ده الحد الفقر، ولذلك هو ده اللي بيوفر السعرات الحراريه اللي زي ما قلت لحضراتكم المره اللي فاتت، اللي بتبقي الاجهزه الحيويه الانسان شغال، ان هو ياكل خضار وياكل مصدر بروتين وياكل مصدر نشويات وهكذا يعني. طبعا لما بتكلم عن 1.3 مليار شخص، اكيد المؤسسات دي احنا لسه في البدايه يعني، اكيد بتضحك علينا، واكيد ان في امور غلط، او في سياسات مفروضه بصوره خاطئه. وان احنا إذا كنا عايزين نعرف الحلقات دي داير علينا منين، يبقى تعالوا نبص لهذه السياسات بصورة مبسطة ونشوف الناس دي عايزة توصلنا لإيه. أول هذه السياسات هي السياسات التنموية المفروضة على الدول النامية. السياسات التنموية ديت يعني قفزنا احنا بالتاريخ منذ ما قبل التاريخ، من القرن الخامس وقرن لغاية القرن الخمستاشر، وقعدنا حكينا قصة الاقتصاد العالمي من القرن الخمستاشر لغاية دلوقتي تقريبا يعني. بس احنا عندنا نقطة في منتهى الأهمية في عالم الآن، يعني عالم الآن يحكمه من سنة 1945 تقريبا ثلاث مؤسسات كبرى. الأمم المتحدة واخدة الشق السياسي ومعاها مجلس الأمن بأذرعها، يعني الأمم المتحدة وأذرعها، ومعانا الشق الاقتصادي اللي مسكه البنك الدولي رئيسيا. تمام، ثم صندوق النقد الدولي، ومؤخرا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تراجع، ومنظمة التجارة العالمية. فأصبح العالم محكوم بهذه الثلاثية، البنك الدولي وصندوق النقد ومعاهم الأمم المتحدة في الجانب السياسي. وطبعا نتيجة اتباع النظام الرأسمالي، تمام، اللي أنا حكيت لحضرتكم جذوره في الفترة الماضية، سرعان ما كل شوية يحصل عندنا أزمة، كل يوم يحصل عندنا أزمة، وتتداعى الأزمات كل يوم بعد التاني. لغاية حرب اكتوبر 73، ودي كانت علامة فارقة للغاية. تمام، كان شوية كده تنتصر الاشتراكية، وشوية كده يعني الحس الاشتراكي اقصد يعني. طبعا الاشتراكية سقطت مع سقوط الاتحاد السوفيتي في نهاية التسعينات. تمام، وبدأ نظام القطب الواحد وامريكا والكلام ده. اما ما قبل ذلك، تمام، طول 1900 من اول 1900 كده طالع، كان في الاتحاد السوفيتي وكانت دوله قويه، وكان في حتى حضراتكم في سوريا يمكن ان تتذكروا اسماء بعض اليوغوسلاف والبولنديين وجوزيف تيتو ومش عارف ايه. احنا عندنا في مصر شارع كبير قوي جنب مطار اسمه تيتو، ومحدش عارف تيتو ده، في فيلم لاحمد السقا طلع بعد كده اسمه تيتو يعني بالمناسبه. تمام، مش تيتو ده رئيس وزراء يوغوسلافيا قبل التقسيم، قبل ما تنقسم بعد كده. وعندنا نهرو
اللي هو علم على الانحياز لو حضراتكم ده يعني وفرانك وهكذا. فالجماعه دول عايز اقول ايه بقى؟ عايز اقول ان الشكل العالمي الاقتصادي لم يكن ترسخ بصوره كبيره جدا، خاصه بعد ازمه الكساد العظيم اللي كلمنا على المره اللي فاتت، وان اضطرت الراسماليه اللي عبرت عنها المره اللي فاتت بالرداء التكتيكي او المرقع، انها ترقع الثوب الراسمالي الحريه الغير منضبطه والسوق حر واليات السوق والكلام الفاضي ده كله، انها تضطر تتدخل في الاقتصاد، والا كان الاقتصاد العالمي كله سينهار. وتدخلت عبر افكار كينز اللي احنا قلناها سنه 1939، ونوع ما من انواع الافكار الاشتراكيه داخل الثوب الراسمالي. لغايه دلوقتي كده كنا ماشيين عمالين الراسماليه بتاخد وتدي في الكلام يعني، ولكنه ما بعد عام 1973 تمام، وبعد فوائد البترولية وبعد 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 كل اللي انتوا عارفينه بقى في التاريخ ده، خلاص ترسخت النظم الليبرالية الرأسمالية في حكم العالم عبر أدوات الهيمنة العالمية الجديدة اللي احنا خلاص ده احنا ما فيش كده. وبالتالي هذه المؤسسات فرضت حزم من السياسات التنموية، وعمالين نقنعهم ان استاذنا تمام له شخصية مستقلة مختلفة عن استاذنا الثاني تمام، مش عايزين يقتنعوا، وعمالين بالظبط عمالين نروح لطبيب، فمصمم الطبيب يدينا نفس الروشتة، يا سيدي ده اقتصاد وده اقتصاد، يعني بجيب المستشار يقول شركة حضرتك وشركة الأستاذة اللي جنبك دي شركتين منفصل، كل شركة لها ظروفها، قد يكون المشكلة في شخص المدير نفسه، وقد يكون مشكلة في آليات الإدارة، وقد يكون في 500,000 قصة. الراجل مصمم يعطينا جميعا نفس الروشتة. إيه الروشتة؟ منتهى البساطة هي يقول لحضرتك أنا عايز برنامج موحد في الخصخصة، برنامج موحد في فتح الأسواق، برنامج موحد في تعويم العملة العملات المحلية. لو حضراتكم كلكم بقينا حافظين، كلنا بقينا حافظين، ساعة ما أي حد يروح ناحية صندوق النقد الدولي هتعرفوه، نديك كارد تعمل ايه بقى؟ اول حاجه تفتح السوق، تاني حاجه تعوم العمله، تالت حاجه قلل انفاقك على الدعم الموجه للناس بما فيهم الدعم الزراعي، يقول لك وبما فيه اهم حاجه الزراعه بالمناسبه يعني، بما فيهم الدعم الزراعي، وقلل على التعليم، وقلل على الصحه، وقلل كل حاجه تحت شعار ما يسمى بالضبط المالي. تسمعوا كلمه الضبط دي، شفت الكلام المصطلحات لابد انها تنحط المصطلحات بصوره زي ما بقول لك مزركشه، حاجه حلوه كده تمام. هذا الضبط الاصطلاحي في منتهى الاهميه، يقول لك الضبط المالي تمام. ولذلك الجماعه معلش سامحوني بستخدم الفاظ عكه، عايز اقول جماعه النصابين العرب يعني، جماعه النصابين اللي زي دولنا كده اللي بيستخدمهم، يقول لك برنامج اصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تمام. فنطلع والله يا جماعه ما اصلاح، وعمر صندوق النقد الدولي ما استخدم كلمه اصلاح ابدا، هو البرنامج اللي عنده اسمه برنامج ضبط مالي. حتى النحت المصطلح ده يعني ايه ضبط مالي؟ انا عندي ماليه عامه، ايرادات بتجيني ومصروفات بصرفها، فيجي يقول لك انت ايه بتصرف اكتر من اللي بيجي لك، تيجي نظبطها، فما انت محتاج بقى قرض، فيقول لك طب ظبطها لي، يقوم مقصقص النفقات بس، هذا هو الموضوع. فيسمعها بقى ضبط مالي وترشيد نفقات وبتاع. تيجي بقى انت مشكلتنا في الدول العربيه مشكله ثانيه، ان احنا ايه نقصقص كل النفقات بس نيجي عند الحكومه ما نقصقص تمام. هي دي الكارثه بتاعتنا يعني، احنا نقصقص على الشعب في خدمات في التعليم في الصحه في المجال في كله في كله، بس تيجي عند الحكومه والمرتبات والموظفين والدبلوماسيين دول قصه يعني تمام. وكله بقى زي ما حضرتك بقى قول والقصور